تبع معايا واحد الجمله قلت ان الغلاء اللي كنشوفو اليوم والتماره اللي عايشين فيها المغاربه اليوم هي ليست الا مظهر لواحد الازمه سياسيه كانت في 1988. ما عندنا ما نخبر اليوم المغرب كيعيش ازمه سياسيه. الغلاء وهذا الشيء اللي كنشوف في الشارع ما هو الا تمظهرات وتبعات ديال هذه الازمه، التجسيد ديال هذه الازمه في الواقع. ما مزيان شفنا حكومه كتقول لك بان 10 سنين سنوات الفايته 10 سنين الفايته ورثتها كلها مشاكل. ما بغيتش ندخل في هذا النقاش لان قلنا وهضرنا عليه، الناس صعب جدا واحد كيكون فاعل في حكومه وكيكون طرف فيها في الاخر ما كتكونش عنده الشجاعه حتى يوقف وتحمل المسؤوليه فيها. احنا حركه شعبيه كنا مشاركين بهذه الحكومه بجوج ولا ثلاثه المقاعد وعندنا شجاعه كنقولوا انا عامل نتحمل الا كانت شي حاجه اللي نتحملوا كمسؤوليه في الحكومه نتحملوها ما عندناش مشكل. انتم كنتوا شاد القطاعات الحيويه الاستراتيجيه من الفلاحه من التجاره من المالي وقف على ذلك وكتقول باش احنا هما ماشي احنا هما مزيان. هو هذه المديونيه دابا اللي طلعت في هذا التوقيت دابا دابا نتفهموا معايا مزيان. دابا سيدي هذه الحكومه ديال 10 سنين خلات لنا كاع المشاكل اللي كاينه مزيان. المديونيه دابا اللي دخلنا فيها اللي وصلنا فيها 70 مليار ديال الدولار غير مسبوقه في التاريخ ديال المغرب. 70 مليار ديال الدولار، شوفي 70 مليار بمعنى غادي نرهنوا نتفهموا معايا مزيان 20 عام الجايه. 20 عام الجايه دابا كنقولوا رهنا 10 سنين اللي فاتت غلطنا يعني بالتدبير اللي العقلاني اللي هما كانوا طرف فيه ما كاين مشكل. ودابا اليوم كنمشيو كنسلفوا وكنرهنوا البلاد في 20 عام الجايه. كنخلي لكم التعليق على هذا على هذا على هذا على هذا النقطه. انا عجبتني هذه الجلسه هنا ولو فكرتني في واحد يعني في مستمد من شي حضاره مغربيه ديالنا والفضاء الرائع كيحيي فينا الذكريات ديال المسيح. انا ماشي فقيه، انا ماشي فقيه وما كنعرفش نتقمص الشيخ خصوصا فاش كنكون امام واحد النخبه ديال الاخوان وديال الاخوات. انا كنتمنى نكون مريدا لها بالاصغاء طبعا الى التساؤلات ديالها والاصغاء والاسئله ديالها وانتظارا ديالها. طبعا فاش كان في جاي في الطريق بقيت كنفكر اش غادي نقول لكم على الساحه السياسيه. وانا كتب شي حاجه في الطريق واحد الخطيره نتمنى نتقاسمها معكم. جاتني واحد الصوره على الـ على الـ على المستجدات ديال على الساحه السياسيه اليوم جاتني بحال قلت غادي نكتب هادشي اللي كتبت نقول لكم بحال واحد الخوض في بحر مسجور. واحد الامواج تسوناميه عاليه. تخيلوا معايا الصوره باش تفهموا مزيان. امواج تسوناميه عاليه ولكن سرعان كتخلع جاي واحد الاله كبيره ولكن سرعان ما ترتقم طبعا بصخور عين الواقع. هذه الامواج كتحول طبعا باش كترتطم مع الواقع جات كتجي موجه كتطلع عاليه كتضرب في الواقع في العناد ديال الواقع وكتحول الى واحد العهنين منفوش. عرفتوا العهن المنفوش؟ هي ديك الصوفه اللي كتفرتت اللي كتفرتت في اليد. لا ماشي الرهوه، الصوفه. الرهوه هي الجفاء فاما الزبد فيذهب جفاء. هذا هو الجفاء، الجفاء هي ديك اللي هي اللي لا ينتفع به ولا يتفرق ويتمزق. اذا انتبهوا معايا امواج عاليه طبعا مخيفه بهذا وقام لكن سرعان ما تندثر وتتلاشى. هذه هي الصوره التي يحق والتي تعكس بحق طبعا باختصار واقعنا السياسي اليوم، بحيث كما قلت الاخوان هنا دخل يصعب الحديث عن المستجد لان القديم فقط يعاد. القديم يعاد واحيانا ان لم يكن هناك تراجع حتى على القديم. دابا شوفوا فين وصلنا، ما بقيناش كنعاودوا على القديم ولا حتى تراجع على القديم. كيفاش غتفسدوا 34 نواة جامعية تم إخبارهم. 34 نواة جامعية
مثلا اللي كانت في واحد المقاربة ديال العدالة التربوية مجالية. عندنا فتيات ما كيقدروش يجيو يقراو في المدن كبيرة، عندنا شباب ما كتعطاهمش لابوس او ما كتكفيهمش لابوس. قلنا غادي نجيبو واحد غادي ندير واحد المقاربة اطار هذه العدالة المجالية التربوية، غادي نقربوا هذه الجامعات. 34 إذا ما خلقوش الذاكرة 34 نواة جامعية في المغرب تم إقبارها. ما عنديش مشكلة باش كتجي شي حكومة دابا انتبهوا معايا غادي دابا العبث، حيت أنا بخصوص راه كنبغي نتسطى حق الله العظيم إلا كنحمى. عرفتي علاش؟ كنقلب غير شي خيط نفهم نقول يمكن حيت ما يمكنش زعما باش كتكون الحكومة والكفاءات إلى آخره وكتشوف واحد يعني واحد غادي نقولها بالفرنسية ما لقيتهاش بالعربية، واحد لاباسيس يعني في الأداء واحد الحديد اللي كنوصلوا ليه ما كتفهمش. جبتي منظور قلت يا سيدي هذا الشيء كان في الرؤية الاستراتيجية وكان في القانون الإطار، صوتت عليه جميع الأحزاب السياسية في المغرب، صدقت عليه أعلى سلطة في البلاد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.